أعزائي المشاهدين، ما زلنا متواصلين معاكم في كبير شهر رمضان المبارك، العودة بخير. نحن الآن متواجدين في منطقة البركة، منطقة مكتظة كيف ما تشوفوا في الزحمة، الأجواء غير عادية، الناس كلها طالعة تشري وتتسوق لشهر رمضان المبارك. حتشوفوا لقاءات مع المواطنين، خلوكم في المتابعة. نجوم السماء مليانة إيمان، وما تلاقي الخير والحب في كل مكان، وما تلاقي هلال نور في السماء فرحان، يبقى بعود رجوعك لينا يا رمضان. لما تلاقي نجوم السماء مليانة، سنة وانتم طيبين، يعود عليكم بالخير والصحة والهناء، والله ينصر حفتر وينصر جيشنا، وإن شاء الله كل عام وانتم بخير إن شاء الله. أمن وأمان، الحمد لله. بنغازي يا بنغازي، شكلك جاي تاخذ لحم. رسمي. هاي فضل مني، بارك الله فيك. العام طيبين. لا الحمد لله، ان شاء الله يا ربي ينصر الجيش، وان شاء الله ربك يفرج على الناس جميعا ان شاء الله. وحاوية وحاوي مسحر دي وناس كتير، والكل تجمعوا تراويحك يركعوا، في المغرب يفطروا على الاذان. كل تجمعوا تراويحك يركعوا، في المغرب يفطروا على الأذان. لما تلاقي نجوم السما مليانة إيمان، وما تلاقي إن شاء الله ربي يحفظكم ويحفظ حفتر، وبارك الله فيكم، ربي ينصر طرابلس إن شاء الله، ينصر حفتر على طرابلس إن شاء الله. إن شاء الله كل سنة وانتم طيبين. قضيتي حاجتك اليوم؟ لا خلينا إن شاء الله. كلام توفيق. سلمك بارك الله فيك. اليوم بنغازي ما شاء الله زحمة، ناس قاعدة تاخذ في حاجة رمضان، أجواء بنغازي عادي. لا لا ما شاء الله، والله الأجواء متغيرة خير من قبل، وخير من أيام الحرب، والجو كاين سائل الحمد لله، يعني خير من قبل. نفحوا بالجو هذا نحن الحمد لله، حتى نحن كشباب يعني نقوى وننكزوا ونتريح. طبعا أنت كده صاحبة الأجواء اليوم مش عادية في منطقة البركة أو في بنغازي بصفة عامة، الناس فرحانة بقدوم شهر رمضان. إن شاء الله وشهر مبارك، وإن شاء الله يقد الأجواء ديما هكي في بنغازي، والحمد لله الناس كلها متريحة توا، وإن شاء الله السيولة توفر والدنيا كده توفر، يقد بنغازي ترد زي قبل. طبعا شفناك اليوم طالع باللحم، وياما ما زلت بتجيب، كل عام وأنتم بخير. كيف شفت اليوم أجواء بنغازي والناس اللي فرحانة بقدوم شهر رمضان المبارك؟ والله يا أجواء رائعة بصدق، وهي فيها صح شكل الزحمة على الأسواق، على خاصة السوق المصرية اللي فيها الصالونات، الناس تغير طبعا في كل رمضان، الناس تحب تغير كل شيء حق. وتوا نحن كنا ناخذ في خدمات الموبي كاش، وماشي الأمور ماشية الحمد لله. بنغازي وضعها ممتاز، مرتاحين الناس ويسوقوا كلهم، المصارف في الحالة كويسة، فيه سيولة ما شاء الله. والكل تجمعوا تراويحك يركعوا، في المغرب يفطروا على الأذان. زميلي محمد، كيف ما شفت الأجواء في بنغازي أكثر من رائعة، أجواء يعني فيها نوع من الطمأنينة والراحة، الناس يعني الحمد لله واخدة السيولة وماشية تبضع من كافة المحلات التجارية داخل مدينة بنغازي اللي يعمها الأمن والأمان بفضل القوات المسلحة. في الختام تقبل تحياتي زميلي محمد، إليك الكلمة.